شنو تبدا ب10؟ لا 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 ما يصلح لك شي. شحال من واحد بدا وخسر تخسر. انتي ما واجداش يوم ما عمرك بعتي ما عمرك شريتي، وشوف واش جبر لي يشري من عندك ولا ما يشريش، فيها جبر كليان. وزيدون دابا كلشي كيبيع ويشري، وتقدر تجيب السلعه تبقى حاصله فيها تبقى لك، ما جبر لي يشريها من عندك. زعما ما كننصحكش، من احسن ما تبداش. فاطمه الحلاقه دابا يا اختي كلشي راه كامل الحلاقه، وشحال من صالون فاتح، شحال من زيانه كاينه، يصلح لك شي. وشكون يجي عندك فيها جبر كليان؟ لا 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 ما كننصحكش، من احسن ما تمشي حلاقه. دخلتي تتعلم الحلويات بقيتي بلا شغل، شحال التماره كتضرب فيها ومن بعد شحال هتربح؟ شحال هتبيع هاد الحلوى؟ 3 دراهم الحلوى، شحال هتربح درهم؟ تمر على خلاها بنتي. ودابا اصلا كلشي كيبيع الحلوى ورخيصه، فيها جبر الكليان اللي يشري من عندك؟ لا والو ما حتى شي. كتعلم خياطه ولا شكون يجي خيط عندك اصاحبتي؟ بقات واحد كيخيط دابا، كلشي كيشري الواجد، وكلشي في السوق لا البلدي ولا الرومي موجود ورخيص، انت غير يجيو خيطو عندك الناس. غير كتضيع الوقت ديالك بنتي، زعما يوقع خاط نقاش الحنه بقيتي بلا شغل يا بنتي. عرفتي شحال النقاشات كاينين، وبقيتينا مع وجع عنقك وعينك نهار، وانتينا كتنقش في الاخر شحال هيطيوك كاع. وزيدون دابا كيعملوا غير فلانه وفلانه في العراسات، شحال خصكتينا باش توصل للشهره ديالهم؟ غير كتضيع الوقت ديالك وصافي ما حتاش. رجعتي تقرا؟ اوعدي انت رجعتي تقرا دابا، واش عاتب بهاد القرايه؟ وزعما اللي قراو شي يطفروا، كتعرف تقرا وتكتب بركه عليك. كاين واحد النوع ديال الناس اي حاجه قلتي لهم غتعملها في حياتك كيشدوها لك، كيبنيو لك الحيط قبالتك، ما كرهوش يشوفوك غير في الدار جالسه مغماله ما كتعمل والو في حياتك، ما تقرا ما تتعلم صنعه ما تخدم ما تبيع ما تشري، ما كرهوش يشوفوك النهار كامل قبالت التلفزيون اولا كضرب تماره وتعمل الشغل ديال الدار، ولا جاوا جور الدار ديالك نقيه يقولوا لك طيحتي صحتك على خلاها، خليه تما يبقى، علاش كتعمل الشغل ديال الدار؟ ولا جاوا جبروك ما عملتيش الشغل ديال الدار يقولوا خمسه حالتك سامحه في دارك وجالسه قبالت التلفزيون. كيما عملتيها وحله مع هاد الناس. لهذا الا باغا تعمل شي حاجه في حياتك، باغا تبدا واحد مشروع، باغا تتعلم واحد الصنعه، باغا تقرا شي حاجه، كتبدع في شي حاجه وباغا تخدم بها، ما تشاور مع حد، ما تقول لحد، شوف نتينا شني كيعجبك وشني باغا تعمل وتوكل على الله وابدا. حتى لا خفتي كاع صلي صلاه الاستخاره وتوكل على الله وعمل اليقين ديالك في الله، ما تبقاش تصنت للناس. كاين واحد النوع ديال الناس اخرين اللي كيكونوا ماشي ما باغيين لك شي الخير، ولكن هما متشائمين في حياتهم، كيخافوا من كل شيء، كيخافوا يبداو شي حاجه، كيخافوا عليك تبدا شي حاجه وتخسر. ولكن ما خصناش نكونوا هيدا، حنا كنتوكلوا على الله وكندخلوا في واحد المجال وكنبداو وربي كيعاوننا. النوع الاول ديال الناس اللي ما باغيك تعمل والو في حياتك، اي حاجه كيعكسالك، هذاك حاول تسول راسك منه غير بالفن، ما عندك ما تعمل بهذا النوع في حياتك، حيت دائما غيبقى يعطيك طاقه سلبيه، دائما غيبقى يعكس لك، دائما غيبقى يقول لك تينا غتخسر. ديك الهضره السلبيه اللي قالوا لك كتبقى لك هنايا، كتخزنها في العقل الباطن ديالك، واول عثره كتوقع فيها كتبقى ترجع عندك الهضره، ايوا فلانه قالت لي ما غننجحش، وتبصح ما غننجحش، وتبصح ما غنبيعش، وتبصح ما غنخدمش، صافي ما كتخدمش. اي حاجه نويتيها كتجبر، نوى الخير تلقى الخير. والنوع الثاني اللي قلت لكم بعض المرات كيكون من الناس قرابين ليك من عائلتك اللي ما تقدرش تسول راسك منهم، فلهذا ما كتقول لهم شي، حتى كتبدا عاد كتفاجئهم، كتقول لهم انا توكلت على الله وبديت، ولا قالوا لك ما غتنجحش عاد تخسر ما غتبيعش، كتقول لهم دعيوا لي بالتيسير، انا توكلت على الله وبديت وادعيوا لي تنتموا ان شاء الله ربي غيسهل عليا. ديك فلانه وفلانه والمشهوره تولي دابا خدامين مزيان، حتى هما بداو من الزيرو وما كان كيعرفوا حتى شي واحد، وطلعوا دريجه ودريجه ووصلوا ونجحوا. وهيداك حتى انا ان شاء الله يا ربي غنبدا بشتيتو بشتيتو حتى غنوصل. هذا يكون الجواب ديالك، ما تناقش ما تبقى تغانين ما حتى شي حاجه. اللي يجي يعكس لك شي حاجه في حياتك قولو دعي لي بالتيسير ان شاء الله ما يكون غير خير. ما تخليو الهضره حتى شي واحد توقف لكم في الطريق ديالكم، وما تبقاوش تفكروا انا غنخسر انا ما غاديش نعمل، حيتاش فعلا غتخسر، غير غتبقى تفكر انك ما غتنجحش فما غتنجحش. دائما فكر بانك غتنجح، غادي توصل للحاجات اللي كتمناهم، غادي تزيد القدام في المشروع ديالك اولا في الصنعه ديالك اولا في القرايه ديالك. القرايه ما عندها شي الوقت، تقدر تولد ويكبروا ولادك عاد ترجع تقرا، تقدر تكون كتخدم وفي الوقت الفارغ ديالك تقرا اي حاجه انتينا باغاها وكترتاح فيها عملها. ما تبقاش تسمع الهضره السلبيه اللي غيقول لك لا ما تعملش ديك الحاجه ما تتعلمش ديك الحاجه، ما تقولوش انا غنعمل وانا غنفعل، بدا تيشوفك فاجئهم، توكلوا على الله ونوال الخير غتلقى الخير.